قام نيافة الأنبا بكير أسقف الدول الإسكندنافية يرافقه وفد من الآباء الكهنة بزيارة لقداسة البطريرك ماري أغناطيوس إفرائام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق ورئيس الأعلى للكنيسة السوريانية الأرثوذكسية في كل دول العالم، الذي يزور السويس حاليا في رحلة رعوية، وذلك يوم 31 من شهر مايو الماضي. رحب الوفد بغطة البطريرك متمنيا له زيارة مثمرة، كما قدموا له هدية تذكارية باسم قداسة البابا طوادروس.